نقدم لك مجموعة من الوصفات البسيطة مع جبنة كرافت كريم القابلة للدهن. جربي لفائف جبنة والباذنجان الشهية هذه اليوم. لهذه الوصفة ستحتاجين إلى جبنة كرافت كريم القابلة للدهن وهذه المكونات. ابدأي بفرم الفلفل الأحمر المشوي ناعماً والبصل الأخضر، ثم قومي بلف كل شريحة باذنجان حول قطعة من الفلفل الأحمر المشوي. ضعي كل واحدة على قطعة بسكويت ريدز قبل أن تقومي بعصر كمية سخية من جبنة كرافت كريم القابلة للدهن فوق الفلفل. زينيهم بالفلفل الأحمر المفروم والبصل الأخضر. ستجدين وصفة لفائف الجبنة والباذنجان الشهية هذه على صفحتنا في الفيسبوك. انضمي للصفحة لتستمتعي بالطعم الأصلي لمزيد من المرح.